بوكاري سويت. مرحبا، أنا هنا لأشرح لكم عملية ترطيب الجسم. هل تعلمون أنه على المتوسط يكون الماء حوالي 60% من أجسامنا؟ يتركز معظمها في العضلات، الجلد والدم. يحتوي هذا الماء على الأيونات الهامة والتي تعتمد عليها أجسامنا، وعندما نفقدها أثناء عملية التعرق نشعر بالتعب والإرهاق والدوار. يا إلهي، أعاني من صداع رهيب، أظن أنها أعراض الجفاف. يمكنها أن تحدث في أي وقت، وخاصة عند التعرق في الجو الحار أو أثناء بذل مجهود بدني شاق. لذلك يتوجب الانتباه عند الشعور بأي من هذه الأعراض والتصرف بشكل سريع. من المهم تعويض الماء المفقود وكل هذه الأيونات، وتستطيع بوكاري سويت مساعدتك على فعل ذلك، فهي تحتوي على النسبة المثالية من الأيونات والتي تناسب جداً النسب التي نفقدها عند التعرق. يتم امتصاصها بسرعة واستعادة الماء والأيونات التي يحتاجها جسمك، ويمدك بإحساس الترطيب المنعش، كما تستمر في الجسم لفترة أطول مما يقلل من المخاطر على المدى الطويل. منعش، كن ذكياً وحافظ على ترطيب جسمك بالأيونات واشرب بوكاري سويت. بوكاري سويت.